مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. هناك منخفض جوي خماسيني يتوقع أن يؤثر يوم الاثنين بإذن الله، وبالتالي يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يوم الاثنين، وأيضا هناك أتربة مطارة وفرص لبعض الأمطار في شمال المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون يوم الاثنين تحت تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا في مقدمة المنخفض الجوي الخماسيني، تؤدي إلى ارتفاع واضح على درجات الحرارة. وأيضا بسبب تأثر المملكة بالمنخفض الجوي الخماسيني هناك إثارة للغبار والأتربة بسبب نشاط الرياح، بحيث تكون الرياح السطحية نشطة مع بعض الهبات القوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة يوم الاثنين بشكل واضح، مما يؤدي طبعا إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة. لذلك نرجو من الجميع يوم الاثنين والثلاثاء، خاصة ممن يعانون الأمراض التنفسية والحساسية والعيون، أخذ الحيطة والحذر، وأيضا عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أدفأ من الليالي الماضية بشكل واضح نسبيا، وبالتالي درجة الحرارة الصغرى أعلى من المعدل بقليل، الصغرى المتوقعة بحدود 19 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الاثنين ارتفاع واضح على درجات الحرارة حيث تسود الأحوال الجوية الخماسينية، تكون الأجواء حارة جافة مغبرة مع ظهور بعض السحب العالية، والعظمى بتسجل في عمان بحدود 31-32 والصغرى بحدود 21 درجة مئوية. يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة واضح، وبالتالي تعود درجات الحرارة إلى حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، العظمى المتوقعة 28 والصغرى 16، أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، لكن الأربعاء انخفاض آخر على درجات الحرارة حيث تصبح أقل من معدلها، وبالتالي تكون الأجواء لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا يوم الأربعاء. وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة في الأماكن أو المحافظات المختلفة من المملكة، نبدأ في المناطق الشمالية. يوم الاثنين تكون الأجواء في المناطق في معظم مناطق المملكة حارة جافة مغبرة، أجواء خماسينية مع بعض السحب العالية. إربد العظمى المتوقع 34 والصغرى 20، عجلون 31 إلى 20، جرش 34-22، المفرق 34 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى البلقاء 31 إلى 20، مأدبة 33-20، عمان 31 إلى 21، الزرقاء 34 إلى 22، الأغوار أجواء حارة 41 إلى 27 درجة مئوية. والمنطقة الجنوبية أيضا أجواء حارة جافة مغبرة، الكرك 32-20، الطفيلي 31-21، الشراه 30-19، ومعان 33 إلى 22، وخليج العقبة أجواء حارة 41 إلى 25 درجة مئوية. والمنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة وجافة ومغبرة، الأزرق 37-22، الصفاوي 36-22، وأرويشد 35 إلى 24 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع